أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترضيه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم ومرحبا في حصة جديدة من حصص اللغة العربية من منصة التميز النموذجية، مع موضوع سورة النور والتناول التذوق الفني. موضوعنا اليوم الأسلوب، والأسلوب في اللغة العربية في البلاغة ينقسم إلى قسمين: خبري وإنشائي. أولا الأسلوب الخبري. ما هو الأسلوب الخبري؟ هو القول الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته. حينما تقول قولا وهذا القول يحتمل الصدق والكذب نقول عليه هذا أسلوب خبري. مثال: حينما نقول الناس صنفان موتى في حياتهم وآخرون بباطن الأرض أحياء. الناس صنفان موتى في حياتهم وآخرون ببطن الأرض أحياء. فهذا الكلام يحتمل الصدق والكذب. بعض الناس يقول الناس ثلاثة أصناف، صنف واحد إلى آخره من الأصناف، فهذا يحتمل الصدق والكذب، ولذلك نسمي هذا الأسلوب الأسلوب الخبري. أما الأسلوب الإنشائي فتعريفه هو القول الذي لا يحتمل الصدق والكذب لذاته. نقول قولا وهذا القول لا يحتمل الصدق والكذب فنقول عليه الأسلوب الإنشائي. مثال ذلك: يا بني كن نشيطا، فهذه الجملة لا تحتمل الصدق والكذب. وحينما أسأل شخصا وأقول له هل تذاكر بجد، هذا أيضا أو هذه الجملة أيضا أسلوب إنشائي لأنها لا تحتمل الصدق والكذب. الأسلوب الإنشائي ينقسم إلى قسمين. القسم الأول وهو طلبي، أي إنشائي طلبي، والقسم الثاني غير طلبي. نبدأ بالقسم الأول وهو الأسلوب الإنشائي الطلبي، وهو عدة أنواع، منه الأمر، النهي، الاستفهام، النداء، التمني. مرة أخرى، الأسلوب الإنشائي الطلبي أي جملة أمرية أو فيها نهي أو فيها استفهام أو فيها نداء أو فيها تمني فهذه الجملة تكون طلبية إنشائية أو إنشائية طلبية. الأسلوب الإنشائي غير الطلبي وهو يتكون من صيغ المدح والذم والتعجب والقسم والرجاء وألفاظ البيع والعقود. مرة أخرى، الأسلوب الإنشائي غير الطلبي يتكون من صيغ المدح والذم وأسلوب التعجب وأسلوب القسم وأسلوب الرجاء وألفاظ البيع والعقود. تدريب على المهارة. يأتي سؤال يقول ميز بين الأسلوب الخبري والإنشائي في الأمثلة الآتية. الجملة الأولى: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. هذه الجملة فيها أمر وهو اجتنبوا، إذن هي إنشائية لأن الأمر من الأسلوب الإنشائي. شربت الماء عذبا، هذه الجملة خبرية لأنها تحتمل الصدق والكذب. قرأت القصة ليلا، أيضا هي خبرية لأنها تحتمل الصدق والكذب. لعمرك إن العلم نور، هذا قسم، والقسم من الأساليب الإنشائية.
نستكمل. ميز بين الأسلوب الخبري والإنشائي في الأمثلة الآتية: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. لا يسخر، فهذا نهي والنهي إنشائي. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أيحب، هذا أسلوب استفهام، والأسلوب الاستفهام من الأساليب الإنشائية. يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء، والنداء أيضا من الأساليب الإنشائية. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. ألا ليت، ده تمني، والتمني من الأساليب الإنشائية. لا تعصي والديك، هذا نهي، والنهي أيضا من الأسل من الأساليب الإنشائية. يأتي السؤال الثاني: حدد صيغ الأسلوب الإنشائي طلبي غير طلبي في الأمثلة التالية: لعل القادم خير، لعل، هذا غير طلبي لأنه ليس من الأساليب الطلبية الإنشائية. نعم ما تتصف به الأمانة، المدح والذم، غير طلبي. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ هذا استفهام، والاستفهام طلبي. بئس سلوك المرء الكذب، هذا من أساليب المدح والذم، وهو غير طلبي. والجملة الأخيرة: عسى السائل أن يكون له إجابة، هذا أسلوب غير طلبي لوجود عسى. السؤال الثالث: صغ تعبيرا من إنشائك يتضمن أسلوبا إنشائيا، أمرا، تمنيا، نهيا. يعني ائتي بأسلوب أمر أو تمني أو نهي. اجتهد في دراستك، هذا أمر. ليت السماء تمطر ذهبا، هذا تمني. لا تتكبر على زميلك، هذا نهي. في الختام نتمنى لكم التوفيق والسداد، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.